أحدث الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاءات تظهر أن عدد المهاجرين الذين يعيشون في السويد في الوقت الحالي وصل إلى حوالي 2 مليون شخص. ووفق الأرقام الجديدة فإن السوريين أصبحوا الآن في المركز الأول، يليهم العراقيون ومن ثم الفنلنديين. مجلس الخدمة الاجتماعية بدأ بمراجعة القواعد السارية حول عمليات الولادة القيصرية بعد حملة جمع تواقيع قامت بها شبكة الحق في العملية القيصرية، شارك في التوقيع عليها ما يقرب من 300 امرأة. الحملة كانت بدأت بعد وقت قصير من كشف الكومبيس عن حادث وفاة رشا البالغة من العمر 33 عاما في مدينة أوربرو بعد عدة أيام من وضعها لمولودتها ورفض المستشفى إجراء عملية قيصرية لها. استطلاع للرأي يظهر أن ما يقرب من نصف السويديين قلقون من أن الشركات الكبيرة مثل فيسبوك وجوجل سوف تراقب وتنتهك خصوصياتهم على الإنترنت. بحسب المسح الذي أجرته مؤسسة الإنترنت السويدية، فقد أفاد 46% من المشاركين بالاستطلاع إنهم يشعرون بالقلق إزاء ذلك، فيما كانت هذه النسبة قبل 5 سنوات 29% فقط. مسح آخر قامت به الرابطة المركزية للكحول والمخدرات يظهر أن إجمالي استهلاك الكحول قد انخفض في السويد تدريجيا منذ عام 2004، إلا أن عدد مستهلكي الكحول زاد عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما. سمحت إيطاليا مساء أمس الاثنين للسفينة الإنسانية أوشن فايكينغ بإنزال جميع المهاجرين الموجودين على متنها، وعددهم 176 مهاجرا في مرفأ تارانتو جنوب البلاد. والمهاجرون الذين كانوا على متن السفينة تم إنقاذهم يومي السبت والأحد في عمليتين منفصلتين.